الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة: متى وردت الواردات الإلهية إليك هدمت العوائد عليك. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. متى وردت الواردات إليك هدمت العوائد عليك. في الدرس الماضي فرقنا كما تذكرون بين الحقائق التي يقبل إليها الإنسان عن طريق التعلم والميراث، والتي تفد إليه فجأة تهيمن على قلبه. ذكرنا الفرق ولا داعي أعتقد إلى الإعادة. هنالك من يحاول أن يعرف حقيقة ما من حقائق الكون المتعلقة بالدين أو المتعلقة بأي شيء من أمور الكون، يسلك إلى ذلك طريق التعلم، يدرس، يبحث عن العلماء ليستوضح منهم، ليتعلم منهم، وعندئذ يتعلم. هذه طريقة التعلم، وهي طريقة طويلة. الطريقة الأخرى طريقة الفتح. الحقيقة رأسا تفد إلى قلب الإنسان دون تعب ودون جهد. الطريقة الثانية تسمى وارد، والطريقة الأولى تسمى تعلم، الطريقة التي نعرفها نحن. بعد أن فرق ابن عطاء الله في الحكمة السابقة بين الحقائق التي نسعى إليها عن طريق التعلم، والتي ترد إلى قلوبنا رأسا من الله عز وجل، بعد أن أوضح لنا الفرق قال هنا: متى وردت الواردات الإلهية إليك هدمت العوائد عليك. هذا فارق كبير في الأثر بين الأثر الذي يتركه التعلم والأثر الذي يتركه الوارد، وهذا ما سنشرحه الآن بتوفيق الله عز وجل. الإنسان عندما يتعلم أمرا من أمور دينه، يتعلم الأدلة التي تؤكد له علميا أن هذا الكون إنما قام عن طريق مكون، هذه الصنعة إنما هي نتيجة لتدبير صانع. عندما يدرس الإنسان الدلائل العلمية على هذه الحقيقة يتعلم، يصل أخيرا إلى إيمان علميا بوجود الخالق، يصل إلى إيمان علمي بأن هذا الخالق مدبر حكيم متصف بكل صفات الكمال. لكن هذه المعلومة أين تستقر؟ تستقر في العقل والوعي، والمعارف التي تحشى بها العقول لا تملك أن تسوق صاحبها إلى أي سلوك تنفيذي، لا تملك هذه القوة، وقد أوضحنا ذلك من قبل.
هذه العلوم والمعارف مهما كثرت ومهما كثرت تحشى بها العقول، يعني مركز ومخزن العلوم التي أتعلمها من الكتب، من المحاضرات، من كلام الناس، من التأمل، مخزن هذه العلوم ما هو؟ العقل والوعي. خزانة العقل والوعي مهما حشيت بالمعارف الحقيقية لا تملك أن تقود صاحبها إلى السلوك، ذلك لأن عامل السلوك في الغالب عامل عاطفي، يعني العامل الذي يدفع الإنسان إلى الحركة، إلى اختيار منهج في الحياة، إلى نشاطات معينة، هذا العامل إذا تأملنا فيه نجد أنه تأمل عامل الرغبة، عامل الرغبة في القلب، عامل الرهبة في الخوف في القلب، عامل الحب في القلب، عامل الكراهية في القلب. هذه هي العوامل التي تقودني إلى السلوك. أما الحقائق العلمية مهما كثرت مهما كثرت أين تخزن؟ في العقل والدماغ، في الوعي. هذه الحقائق المخزونة المحبوسة في الدماغ أضعف من أن تقود صاحبها إلى سلوك. هل من دليل على هذا؟ نعم، الواقع. كم تجدون في جنبات العالم الإسلامي علماء حشيت أدمغتهم بمعارف كثيرة وجليلة، ألفوا المؤلفات الكثيرة التي تعبر عن مخزون علمي غريب وعجيب يتمتعون به، ومع ذلك تنظر إلى سلوك الواحد منهم تجد بين سلوكه وبين المعارف التي في عقله تناقض. معارفه العلمية التي يتحدث عنها في كتبه تقتضي أن يكون ملتزم بأوامر الله، تقتضي أن يكون سائرا على صراط الله، تقتضي أن يفطم نفسه وفمه عن المحرمات، لكن تنظر إلى سلوكه فتجده قد أعطى نفسه هواها وأعطى نفسه حظها. هذا شيء نراه. لماذا؟ لأن القائد الذي يقوده إلى سلوكه هو الرغبة، الطمع، الجشع، الحب، الكراهية. أما معارفه فهي مخزونة في عقله. نعم، بل أذكر لكم مثالا لعله أوضح وأجلى. المستشرقون الذين يملؤون رحاب العالم الغربي، هؤلاء لديهم من المعارف ما لدى الواحد منا وربما أكثر، ومع ذلك تنظر إلى سلوك الواحد منهم تجد أنه لا يلتزم بواجب ولا يقف عند حدود محرم ولا شيء إطلاقا. ولو أنك سألت لماذا هذا التناقض بين أفكاره العلمية وبين سلوكه، تجد أفكار علمية مجرد مظهر، مجرد وظيفة يأخذ عليها أجرا، أما سلوكه فهو مندفع إلى سلوكه بدافع حب، التحرك، عنده أهواء، عنده شهوات، يريد أن يمتع نفسه، يريد أن لا يحرم نفسه من اللذائذ. لاحظوا هنا الرغبة قلبية. وأنا ضربت لكم مثلا أرجو أن لا ننساه. ما هو؟ سيارة. السيارة طبعا في ظلمات الليل لابد أن يكون في مقدمتها مصباح،
المصباح مفيد جدا ولا بد منه، لكن عمل المصباح في السيارة محصور بأنه يضيء الطريق أمام السيارة لمسافة نصف كيلو مثلا بس. هل يستطيع هذا المصباح أن يحرك السيارة؟ لا يستطيع. السيارة لا تتحرك بالمصباح، والمصباح هنا ما هو؟ العقل الذي يعني، وإنما تتحرك السيارة وتسير بواسطة الوقود الذي في داخله. الإنسان تماما بحاجة إلى مصباح في رأسه وهو العقل، ثم إن الذي يقوده ما هو؟ العاطفة. ولذلك احتاجت المجتمعات منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا إلى شيء اسمه التربية. هذا شيء معروف، ما في مجتمع من المجتمعات نشأ أجياله بعيدا عن التربية. لا يمكن أن ينشأ تنشئة سليمة إلا في ظلال التربية. ما هي التربية؟ التربية هي إخضاع العاطفة لقرار العقل، إخضاع العاطفة، والعاطفة أين مكانها؟ القلب. إخضاع العاطفة لقرارات العقل. لو كان العلم وحده يقود صاحبه إلى الحق، لو كان العلم بالحق يقود صاحبه إلى الحق، لما احتاجت المجتمعات إلى التربية أبدا. إنه خلاص أنا عرفت حقائق الدين المعتقدات، وعرفت ما يقوله الله لي في محكم تبيانه. إذا كان العلم وحده هو الذي يقود التربية، ما الحاجة إليها؟ لكن الواقع المجتمعات بحاجة إلى تربية. القلب هو عش العواطف، الرغائب، الأهواء، الشهوات، كلها موجودة في القلب، والذي يقود الإنسان هو هذه الرغائب، العواطف، الحب إلى آخر ما هنالك. التربية ما مهمتها؟ مهمتها أن تعقد صلحا بين الرغائب وبين العقل، بحيث تخضع أي منهم للثاني، بحيث تخضع الرغائب والشهوات والأهواء لقرار العقل. هذه هي التربية. قد تختلف أساليبها، لكن التربية منذ أقدم العصور إلى اليوم هذا. الآن عرفنا ذلك. عندما هذه المعلومة تقبل إلى قلبك رأسا دون تعلم، دون واسطة التعلم، أي دون أن تغرس في عقلك وعيا وإدراكا عن طريق التعلم، عندما يأتيك هذا الوارد رأسا قفزا فوق عقلك إلى قلبك، في هذه الحالة الأمر يختلف. هذه المعلومة التي شاء الله عز وجل أن ترد على قلبك مباشرة، وقد عرفنا أن القلب هو عش الرغائب، الشهوات، الأهواء، فإن هذا الوارد عندما يفيد إلى قلبك يطرد من قلبك ظلمات الأهواء، ظلمات المحبة الهابطة، ظلمات الأحقاد، ظلمات الضغائن. كان قلبك محشوا بهذه الظلمات، هذه الرغائب، عندما هبطت هذه المعلومة إلى قلبك قفزا فوق خط منهج التعلم رأسا إلى قلبك، طرد هذا الوارد من قلبك العوائد السيئة، العادات المكروهة، الطبائع المرذولة، ما يسمى بالأمراض القلبية، كل ذلك يزول. وهذا ما يعنيه، متى وردت الواردات الإلهية، طبعا الشيطانية، الواردات الإلهية إليك هدمت العوائد عليك.
طردت العوائد من قلبه. لكن طبعا هذا يتم فجأة، هل من سبيل إلى أن يتعرض الإنسان لذلك؟ التعلم طبعا، الإنسان العلم بالتعلم يتعرض، يقرأ، يسمع، يتتلمذ، يصل. الوالدات كيف؟ الوالدات فضل يهد إليك من الله، ليس هنالك من سبيل محاولة تصنعها وتفعلها أبدا كما نقول عن التعلم، لا. لكن ممكن أن يتم عن طريق الالتجاء إلى الله، عن طريق التعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى. إذن العلم الذي ينسكب في العقل عن طريق التعلم ليس بالضرورة دافعا لصاحبه إلى سلوك سليم. كم من علماء صدق عليهم قول الإمام الغزالي: زيادة العلم في الرجل سوء كزيادة الماء في أصول الحنظل، كلما ازداد ريا ازداد مرارة. الحنظل شيء، نعم، أشبه ما يكون بالبرتقالة الصغيرة، نعم، ينشأ في بعض الصحاري من المرارة بمكان. هذا النبات كلما ازداد ريا، كلما يعني سقيا، كلما ازداد ثمراته مرارة. فزيادة العلم في الرجل السيء كزيادة الماء في أصول الحنظل، كلما ازداد ريا ازداد مرارة. لكن الوارد الإلهي إذا هيمن على قلبك بدقيقة واحدة، هذا الوارد يطرد ظلمات الطبائع المرذولة، الرغبات السيئة، الحب الهابط، نعم، وينظف القلب من الأمراض المعروفة، الأمراض القلبية. وإذا بهذا الإنسان في ساعة واحدة أو أقل تحول من حال إلى حال. وذكرنا في الأسبوع الماضي بعض الأمثلة أظن من هؤلاء، من فضيل بن عياض عندما سمع قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق. فضيل تلقى هذه الآية بعقله أم بقلبه؟ تلقاها بقلبه، قفزا فوق له. لو أنه سلك مسلك التعلم، نعم، وأخذ يفكر يفكر، ما فعلت هذه الآية فعلها في قلبه. لكن جاءه وارد من حضرة علام الغيوب. كذلك عبد الله بن المبارك، أمثلة كثيرة. كذلك بشر الحافي كان منغمسا في الله، وكان أميرا من أمراء البصرة، وكان قصره مضرب المثل في الطرف والغناء واللهو وما إلى ذلك. طيب، في ليلة واحدة تحول من هذه الحال إلى رجل زاهد متبتل متعبد أكبر عن تلك الحياة كلها، بفكر، بتعلم، اعتصر عقله؟ لا، لعله كان يعرف، لكن بوارد. هذا ما يتحدث عنه ابن عمر، بوارد. كيف كان هذا الوارد؟ كثيرا ما يكون الوارد أيها الإخوة، لا يفترض أن يكون الوارد كلمة من القرآن سمعها، لا، كثيرا ما يكون الوارد مظهرا لرجل صالح رأته عيناه. فينتقل من عين هذا الرجل الصالح إلى قلب هذا الإنسان شيء أشبه ما يكون بشحنتين كهربائيتين، سالبة وموجبة، نعم، يشع من خلال ذلك ضياء ساطع، فتتحد الشحنتان فيهيمن ذلك على القلب. شيء غريب، رجل درويش فقير لا يبهو به، طرق باب
بشر الحافي في ليلة من الليالي التي كان يحتفل فيها في داره بلهو صاخب، طرق الباب، خرجت جارية ففتحت الباب، قال لها هذا الرجل الشحاذ المسكين الدرويش، قال صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فاستضحكت الجارية وصفقت الباب بوجهه وعادت إلى سيدها. سألها سيدها ما الخبر؟ فقالت يا سيدي رجل يبدو مجنون. طرق الباب، فلما فتحت له سألني صاحب هذه الدار حر أم عبد، وكأنه لم يسمع بأمير البصرة، صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ خرج بشر الحافي، هذه الكلمة اتجهت إلى قلبه رأسا، كان فيها وارد من رب العالمين. خرج رأسا يلتفت يمينا وشمالا، رأى الصورة التي حدثته تلك الجارية عنه، فأمسك به وقال له أنت الذي طرقت الباب؟ قال نعم. قال ماذا قلت؟ قال لا شيء، نعم سألت يعني صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فسخرت مني وقالت ألم تسمع بأمير البصر؟ قلت نعم نعم، هذا ليس شأن العبيد، هذا ليس شأن العبيد. هذه الكلمة رأسا من فم هذا المسكين غرست واستقرت في قلب بشر الحافي، فأمسك به وقال يا هذا أنا أشهدك أنني عبد وسأبقى عبدا وسأصالح الله عبدا وسألقاه عبدا. نعم. وهذا إلى داره، فطوى كل ذلك النعيم وطوى بساط ذلك اللهو كله وتحول في تلك الليلة بشر الحافي من تلك الحالة إلى بشر الحافي الذي تفيض بالحديث عنه الكتب التراجم من كبار أولياء الله الصالحين. ما الذي فعل به ذلك؟ علم مما نتعلمه، دراسة حفظها كرر عليها؟ لا، ورد على قلبه. أزيدكم أمثلة معاصرة. في القرن الماضي الذي انتهينا منه من قريب، كان رجل من كبار العلماء اسمه شيخ محمد الحامد، لكن هذا الرجل الذي هو من كبار العلماء كيف كان في صدر شبابه؟ كان رجلا بعيدا عن ما تعرفون نهائيا، وكان ذا قلب قاس، وكان ذا مذهب مخالف، وكان ذا تصورات غير سديدة. سمع هو وزميل له برجل من الصالحين زار حماه اسمه الشيخ أبو النصر خلف، هذا الرجل من كبار الصالحين، تشاور فيما بينهما هل نذهب لنزوره وربما على سبيل الاستخفاف، هل نذهب لنزوره لا نذهب لا نذهب إلى آخره. بعد ذلك استقر الرأي لديهما أن يذهبا فيزوره، يعني مثل ما بيقولوا أنه نشوف الشيخ هذا منه هذا شو عم يساوي وشو بيحكي. فطرق الباب الذي كان قد نزل الشيخ فيه واستأذن ودخل وسلم على الشيخ. جلس الشيخ محمد الحامد في مواجهة الشيخ، ما كاد المجلس يطمئن بالشيخ محمد الحامد حتى التفت الشيخ أبو النصر إلى بعض المنشدين في المجلس وسألهم أن يسمعوه شيئا، فأنشد هؤلاء المنشدون أبياتا أولها هكذا: كان لي ظل رسوم فاستوت شمسي
فزال، عشت بالمحبوب حقا بعدما كنت خيالا. وهكذا، وإذا بالشيخ محمد الحامد يصرخ صرخة عجيبة ويصعق، نعم، يعني صرخ صرخة، نعم، أرعبت كل من كان حوله، ووقع مغشيا عليه، ثم أفاق وأقبل إلى الشيخ يسأله الدعاء ويرجوه. ومنذ تلك الساعة ولد من يسمى الشيخ محمد الحامد، الرجل العالم الصالح الداعي إلى الله عز وجل. كانت ساعة الصلح بينه وبين الله لا تتمثل في علوم حفظها ولا في درايات ولا لا، وإنما كانت ساعة الصلح تتمثل في وارد ورد إليه بهذه الطريقة التي نتحدث عنها. ماذا صنعت؟ كما يقول ابن عطاء الله، هذا الوارد طرد كل ما كان محشوا به قلبه من الكبر، من العجب، من الضغائن، من الأمراض القلبية. النور والظلام لا يجتمعان، كان هذا القلب مليئا بالظلام، فلما سيطر هذا الوارد عليه تبدد هذا الظلام بنور هذا الوارد. وهكذا الصور كثيرة لهذه الحقيقة. الواردات لها شأن كبير، وقد ذكرت مرة وأثبتت هذه القصة في بعض كتب طالب في جامعة حلب في كلية العلوم منذ سنوات. نعم، كان مضربا مثل في الإلحاد، وكان بعيدا تائها عن الله سبحانه وتعالى. أكيد هذا الشاب نوقش من قبل كثير من أمثالنا بقضايا علمية، وخوطب عقله بالدلائل على وجود الله، وربما استيقنها لكن حشي بها عقله. مرة أخرى نقول القيادة بيد من؟ بيد القلب، العواطف. يوم من الأيام كان يمارس عمله في المخبر مع زملائه، وكان يبحث عن طريق المنظار في أمر مكلف بدراسته. دائما هؤلاء الذين نعم يجلسون في المخبر وينظرون من خلال المجهر إلى كون الله عز وجل يجدون الأعجيب دائما. يعني مو أول مرة هذا الطالب رأى عجوبة من أعجيب الكون، جزيئة من الجزئيات، نواة الذرة وكيف يتحرك وما إلى ذلك، لا. وإذا بهذا الطالب هو الآخر يصرخ صرخة عجيبة وغريبة، نعم، خوفت كل الزملاء والزميلات الذين كانوا من حوله. هذه الصرخة كانت عنوان الاصطلاح مع الله. تحول من أقصى درجات الضياع والإلحاد إلى أعلى درجات الاهتزاز، إلى أعلى درجات التعلق بالله، الحب لله، الخوف من الله سبحانه وتعالى. هل كانت الوسيلة معرفة علمية حشي بها عقله؟ لا، وإنما كانت الوسيلة واردا، ورد إلى قلبه قفزا فوق العقل المفكر. نعم، ومن ثم هذا الوارد طرد من القلب ظلمات الأهواء والشهوات والرغائب وما إلى ذلك. هذا معنى قوله: متى وردت الواردات إليك، هدمت الواردات الإلهية إليك، هدمت العوائد عليك. أريد هنا أن أقول شيئين. الشيء الأول، ينبغي أن نكون على بينة من الفرق بين الواردات الإلهية والواردات الشيطانية.
ربما أراد الشيطان أن يلبس عليك فأسمعك شيئا، أراك شيئا غريبا لكي يخيل إليك أنه وارد إلهي. طيب كيف نستطيع أن نتخلص من هذا الالتباس؟ كيف نستطيع أن نفرق بين وارد إلهي انسكب في قلبك وبين وارد شيطاني حاول هو الآخر أن ينسكب في قلبك؟ الميزان ما هو أيها الإخوة؟ الشرع. الشرع وهو الميزان الذي أنجى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني من الوارد الشيطاني الذي حاول أن يطغيه ويرديه. وكم من الناس أضلهم الشيطان عن طريق واردات خيل إليهم أنها واردات ربانية، لكن هؤلاء الذين ضلوا كانت تعوزهم معرفة الشريعة، لأن ميزان الشريعة كان بيدهم لما ضلوا ولما تاهوا. هذه المسألة الأولى التي ينبغي أن نعلمها. المسألة الثانية، هل هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله والذي شرحناه الآن بهذه الكلمات يعني أن نستهين بالعلم؟ أن يقول أحدنا ما الحاجة إلى العلم؟ يعني العلم ما بيفيد، العلم بيتعبى بالعقل والقلب بيكون بعيد، هو الذي يحرك وهو الذي يقول. لا لا لا، العلم إن صادف إنسانا لا يطغى ولا يستكبر ولا يجعل نفسه عبدا لعصبية ولا لرغبة سابقة، العلم يفيد، العلم يفيد لا شك. والله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العلم لابد أن يكون. كما أننا نقول المصباح الذي يكون في مقدمة السيارة لابد منها، يعني ما عاد يقول خلاص أنا عندي وقود معبى بالسيارة والسيارة ما تمشي بالوقود، ليش بقى داعي للمصباح؟ هذا بيقول هيك؟ لا، كل شيء له وظيفة. العلم لا بد منه، ولكن العلم لا يفيد صاحبه إن كان القلب محشوا بالأهواء بالشهوات بالأمراض القلبية. ما العلم بيجي هيك لا يدخل؟ ما بيقدر يدخل، لأنه بيبقى مسكر القلب معبى بالرغائب والأهواء والشهوات، فبيرجع العلم إلى مقره اللي مخزون فيه وهو العقل. نعم، إذن العلم مهم، لكن لكي يفيدنا العلم ينبغي أن نربي قلوبنا، ينبغي أن نخرج هذه السقائم من قلوبنا، وعندئذ العلم يفعل فعله. نعم، ولكن هنالك أناس لم يتعلموا ومع ذلك انتشلهم الله سبحانه وتعالى بواسطة الوارد. لا تقل أنا أنتظر أن أكون منهم، ربما لا تكون منهم، هذه عائدة إلى مشيئة الله، لأن الله يقول الله يجتبي إليه من يشاء، عائدة إليه، ويهدي إليه من ينيب. إنابة منك تنيب إليه بالتعلم وبالمعرفة والالتجاء إلى الله يهديك، أما الاجتباء يعني الأخذ عن طريق الوارد فهذه عائدة إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم، هنالك وسيلة تقربك من هذه الواردات. ما هي هذه الوسيلة؟ أن يعلم الإنسان مرضه، هذا قبل كل شيء. هذا الإنسان العاصي يعلم أنه عاصي ويعلم أنه على خطر، هو عاصي ويعلم أنه على خطر، ما بيكون مبرر لمعاصيه، بيعرف حاله عاصي وبيعرف حاله مخطئ وهو على خطر. يدفعه هذا إلى أن يذل وأن لا يستكبر،
وأن يرى أن الناس كلهم خير منه، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل بسره، بسره مو ضروري، مو ما بيصلي لأنه نقول الصلاة ما بيصلي، نقول يقعد يفوت على الجامع ما بيفوت على الجامع، لكن في قلب في شعور يلتجئ إلى الله عز وجل بين الحين والآخر، يقول يا رب إلى متى سأبقى هكذا، ما تنتشلني أنا من الضياع، أمد إيدي ما تأخذني إليك، أنا ما بيطلع بإيدي يا رب اهديني، يلتجئ إليه. فمتى كان الإنسان هكذا حالا يأتيه الوالد، في لحظة من اللحظات هو عم يسمع قرآن آية من الآيات تنتشله، آية من الآيات، هو عم يسلم على رجل من الصالحين كلمتين بحاكي فيهم، هالإنسان هذا بهيمن يعني شخصيته على قلب هذا الإنسان وإذا به كأنما أفق من ذهول أو كأنما حي بعد موت. نعم. لكن المستكبر لا ينال ذلك، والعاصي الذي يبرر معصيته لا ينال ذلك إطلاقا. العصاة نوعين، عاص يتباهى بمعصيته ولا يريد أن يسمع نصح الناصحين، هذا الإنسان في الغالب قلبه مقفل ومفتاح القفل ضائع، لا سبيل للعثور عليه ما دام أنه يتباهى بعصيانه ويتباهى بحاله التي تبعده عن الله عز وجل. هذا نوع من العصاة. نوع ثاني من العصاة عاصي ويعلم أنه عاصي ويعلم أنه يعني بعيد عن الله سبحانه وتعالى، له انحرافات كثيرة، لكن دائما هو في نفسه صغير وحقير ويعلم أنه ينبغي أن لا يفعل هذا، لكن نفسه الأمارة بالسوء تستعبده. هذا النوع الثاني من العصاة في الغالب الباري عز وجل بينتشلهم، آخر شيء يقول تعال بقى لأنت لأنت ما حلك تجي. نعم. وهكذا فبساعة من الساعات يصير صلح بين هذا الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى. وأنتم تذكرون الحكمة التي أطلنا في شرحها التي يقول فيها ابن عطاء الله: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. واحد مثلك كانت قاعد بهالمكان شايف حاله ما في حدا أدي، ما في حدا عم يعرف يحكي مثلي كذا كذا إلى آخره، استكباره يدميه من حالق يجعله بعيدا عن رحمة الله عز وجل. ورجل عاصي متزلل بمعصيته، معصيته خلته يشعر أنه هو ضعيف حقير مسكين إلى آخر ما هنالك. هذا الإنسان المعصي ما بتقرب إلى الله، لكن شو اللي بيقرب إلى الله؟ الحال الذي نتج عن المعصي. كنا ندرس في السنجقدار قبل سنوات طويلة في الثمانينات، في ساعة مثل هذه الساعة دخل شاب للمسجد، سمع الضوضاء، عرفت أن رجل سكير سكران يعني وأنهم يريدون أن يخرجوه. رجل التجأ إلى المسجد، قلت يا أولئك الذين اهتاجوا به اتركوه، التجأ من نفسه إلى الله، هرب من ذنبه إلى الله، صدق عليه قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك، أعوذ بك منك، يعني أنا إذا استعذت من ذنبي لمن ألجأ؟ في إله غير الله عز وجل. فهذا الإنسان فر من ذنبه إلى من؟ إلى لك تركه، لك هذا بيت رب العالمين يستقبل العاصي والطائع، ما في واحد يرفضه. دخل وجلس وتشرف وانتعش بهذا الجو، وأعتقد أن الله هداه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلام. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في رحابك
اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا رب هذا حالنا ظاهر بين يديك وأمرنا لا يخفى عليك، أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا رحمتك، فارحمنا واعف عنا وأصلحنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا قد تبرأنا في هذه الساعة المباركة من أوهام حولنا وقوتنا، والتجأنا إلى حولك وقوتك يا مولانا. إن نواصينا بيدك تقودها إلى ما تشاء، فخذ بنواصينا إلى ما يرضيك واصرفها عما لا يرضيك. يا مقلب القلوب والأبصار، يا مقلب القلوب والأبصار، يا مقلب القلوب والأبصار، وجه قلوبنا إلى ما يرضيك، وجه قلوبنا إلى ما يرضيك، طهر قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام من الشهوات والأهواء وظلمات النفس والهوى يا ذا الجلال والإكرام، واجعلها أوعية صافية بحبك، اجعلها اللهم أوعية صافية لمهابتك، اجعلها أوعية صافية للخوف منك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. إلهي بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك، ونحن لا نملك أن نتوسل إليك بعمل صالح نتقرب به إليك، ولكننا نتوسل إليك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك. نسألك اللهم أن لا ترد هذه الأكف عن سماء رحمتك خائبة، أنت كريم يا رب العالمين، فيا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى استجب دعانا. ربنا اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. مولانا يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر أينما كان. يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، مولانا يا رب العالمين، نسألك بدموع السكالى، نسألك بدموع اليتامى، نسألك بدعاء المظلومين الذي يرتفع إليك على الغمام، نسألك اللهم بذلك كله. اللهم إنا ننتظر فرجك يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فنسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب، وبهذا الشهر المبارك نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيب آمالنا. أعطي اللهم كل منا في هذه الساعة سؤلة بما يرضيك، أعطي اللهم في هذه الساعة كل منا سؤله بما يرضيك، أعطي اللهم كل منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك، فإنك كريم وقد دخلنا في ساعة كرمك، وأنت الرب الذي أمر عماده بإكرام الضفاف. نحن ضيوفك يا رب العالمين، حاشا أن تطرد ضيوفك من ساعة كرمك خائبي، حاشاك يا ذا الجلال والإكرام، أكرم أعطنا سؤلنا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، آمين والحمد لله.